احنا خدنا دروس الانماط ودرس التمثيل البياني بالاعمده. نبدا نراجع كده علشان نشوف طلابنا الحلوين الشطار. عنوان البياني، وبنحدد تسميه للمحور الافقي وتسميه للمحور الراسي، وبنحدد المقياس. معايا تمثيل بياني هنا مكتوب هنا في اسم الخانه بتاع المجموعات اللي جمعت منها، عملت الجدول ده وسجلت. التلاميذ اللي بيحبوا كتب او فضلوا كتب القصص يوم التسميه عددهم كام؟ عديت طلع 9 تلاميذ. التسميه اللغه الانجليزيه طلع 6 تلاميذ، ومادتنا الحبيبه ماده الرياضيات 18 تلميذ. واتكلم على التمثيل البياني، اعطيني هو المحور الراسي ومسميه عدد التلاميذ زي ما جاي عندي هنا فين في الجدول اللي موجود معانا. كمان هنا واخد من اسم المجموعات الكتب المفضله، سمانا التمثيل البياني باسم الكتب المفضله. في تلاميذنا الشطار بيقولوا احنا ممكن نسمي التسميه، مفيش اختلاف ايه عليها. هنا نوع الكتب في اسم المجموعه. في ناس هتقول لي طب انا ممكن اكتب الكتب المفضله، اقول لك تمام. طيب الكتب اللي موجوده عندي زي احنا ما بدانا، اللي بدا بالاول جبناه جنب مين؟ جنب المحور الراسي. القصص، اللغه الانجليزيه، الرياضيات، اكتشف زي ما عملناهم هنا، زي ما هم موجودين معانا في الجدول. احنا وزعناهم على محور مين؟ المحور الافقي اللي معايا اللي هو محور المجموعات. وهنبدا بقى القصص كام؟ القصص 9. طيب يبقى انا واللغه الانجليزيه 6 والرياضيات 18 واكتشف 12. انا ابص هنا على الارقام اللي موجوده معايا 9 و6 و18 و12، هلاقي ان الحاجات دي انا خدتها في مين؟ في جدول المئة او جدول المئة وعشرين اللي خدته في سنة تانية، ان دي اسمها مضاعفات العدد كام؟ برافو شطار، مضاعفات العدد 3. يبقى انا ممكن ابدا المقياس بتاعي بايه؟ بالقفز 3. طيب انا هنا قلنا المحور الافقي بنحدده بمين؟ بنعتبر ان هو العدد 0. هنقفز 3 قفزات، 3 بقى 6 9 12 15 18. طبعا هو جايب له المقياس ده ما فيش اختلاف عليه. طيب انا عايز احدد العدد 9، بطلع من القصص لحد ايه؟ او من القصص لحد ايه؟ لحد 9. وببدا اعمل ايه؟ اعمل العمود بتاع. اللغه الانجليزيه كام؟ اللغه الانجليزيه 6، بطلع اللغه الانجليزيه لحد ايه؟ لحد العدد 6. بعد كده الرياضيات موجوده لحد العدد كام؟ لحد العدد 18. الرياضيات اطلع لحد العدد 18، تمام؟ واعمل ايه؟ واعمل العمود بتاعي. بعد كده اكتشف لحد العدد كام؟ لحد العدد 12. ادي 3 6 9 12، زي ما قلت لك ان احنا ممكن نعد بالقفز وممكن نمشي مع مين؟ مع المقياس، ونوصل لحد العدد 12 ونوصل لحد مين؟ اكتشف، ومنها نعمل العمود. طبعا انا مغير لك الالوان علشان انت يعني اعمل لك الوان مختلفه علشان انت تميز مين المواد، لكن انت في التمثيل البياني بتاعك ممكن تعملهم كلهم بلون ايه؟ بلون واحد، الا لو كان عندك تمثيلات ثانيه هتاخدها في الايه؟ في المراحل الثانيه. السؤال الثاني بيقول لي اربط الكتب المفضله، ده اسم التمثيل البياني، اعطاني التمثيل البياني اللي انا مثلته هناك. طبعا هيبدا باسئله عليه زي ما احنا متعودين، بيقول لي من التمثيل البياني اكمل ما ياتي. عدد التلاميذ الذين يفضلون كتاب الرياضيات، احنا خدنا الحصه اللي فاتت في التمثيل البياني بالاعمده ان انا بعمل التمثيل البياني علشان ايه؟ اسهل على نفسي تسهيل البيانات وتسجيلها، وكمان اسهل على نفسي قراءه مين؟ البيانات اللي عندي. فانا هنا عندي البيانات اللي موجوده عندي، القصص ممثله ب9، اللغه الانجليزيه 6، الرياضيات 18، اكتشف 12. هنا بيقول لي انا عايز عدد التلاميذ الذين يفضلون الرياضيات. طب هو هنا سالني على ايه؟ سالني على عدد التلاميذ بتوع ماده الرياضيات. انا اروح عند ماده كام؟ 18. تعالى ناخد سؤال ثاني برضو التمثيل البياني، برضو عدد التلاميذ الذين يفضلون كتاب القصص. كتاب القصص، ها الكل بيحب يقرا قصص، فهنا عددهم كام؟ عددهم 9 تلاميذ. سؤال تاني بيقول من التمثيل البياني اكمل ما ياتي، الماده الذي يفضلها عدد تلاميذ اقل. هنا انا عندي مفتاح، عندي مفتاح ان هو بيسال على الماده، والمفتاح الثاني اقل. يبقى انا اشوف اقل المواد تمثيلا هنا كانت ماده ايه؟ لا هنا 9 اعلى شويه، هنا 6. ماده دي بان عليها كده وبقول ماده اللغه الانجليزيه، يبقى انا هنا بجيبها منين؟ من التمثيل البياني اللي عندي. بطلع بشوف الاعمده مين اطول ومين ايه ومين اقصر. وده سؤال بعد كده بيقول
من التمثيل البياني أكمل ما يأتي عدد التلاميذ الذين يفضلون كتاب الرياضيات، وتسأل على عدد التلاميذ وجايب لي هنا مفتاح كلمة إيه؟ كلمة معا. قلنا كلمة معا تعتبر إيه؟ مفتاح لعملية إيه؟ عملية الجمع يا مستر، برافو. طب أنا هجمع مين ومين؟ أنا هجمع الرياضيات وهجمع مين تاني معاها؟ اكتشف اللي هم الاتنين دول. الرياضيات كام يا مستر؟ الرياضيات 18. طب واكتشف؟ اكتشف 12. يبقى أنا هقول إيه؟ برافو، سمع ناس بتقول، هقول 18 زائد 12 هتساوي ايه. طبعا في ناس بتقول احنا ممكن نجمعها باكتر من طريقة، ان انا اجمع العشرات وبعد كده اجمع الاحاد، وممكن اجمع الاحاد مع الاحاد والعشرات مع ايه، مع العشرات. طيب كلها طرق ممتازة. 12 يطلعوا كام؟ برافو، ناس بتقول لي 30. يبقى عدد الذين يفضلون كتاب الرياضيات معا 30 تلميذ، 18 هيساوي 30 تلميذ. كده انتهت معانا فقرة المراجعة على درس مزيد من التمثيل البياني بالأعمدة. وهنبدأ في درس النهاردة على بركة الدرس، لازم نعرف العنوان بتاعنا، تمثيل بياني بالنقاط. يعني ايه التمثيل البياني بالنقاط؟ التمثيل البياني احنا قلنا هو طريقة لعرض البيانات اللي انا سجلتها وجمعتها علشان اسهل على نفسي قراءة البيانات دي، بدل ما تبقى عندي معلومات كتيرة في ورقة واحدة، لا أنا بسهل على نفسي قراءة البيانات دي من خلال إن أنا إما بمثلها بالتمثيل البياني بالأعمدة اللي خدناه قبل كده، وعندنا نوع تاني اللي هو التمثيل البياني بالنقط، وفي أنواع كتيرة هنتعرض ليها بإذن الله في دروسنا اللي جاية وفي المراحل اللي جاية. تاني يقول لي التمثيل البياني على خط أعداد، أنا بعمل خط أعداد وبقسم عليه اللي هو المقياس اللي إحنا كنا بنعمل عليه، وبحط عليه المجموعات بتاعتي اللي انا بحطها، وبحط ايه؟ اشاره اكس او ايه اللي انتوا بتقولوا عليها علامه ايه؟ اكس فوق ايه؟ فوق كل عدد من اعداد البيانات اللي تم تكرارها فين؟ في المجموعات عندي. وكل مره بيظهر فيها العدد ده يبقى العدد ده اتكرر مره. تعالوا نشوف كده الاهداف الاول قبل ما ندخل في درسنا، ده كان تعريف بسيط للعنوان بتاعنا. في نهايه هذا الدرس يكون التلميذ قادرا على ان يحدد عناصر مخطط التمثيل البياني، زي ما حددنا هناك مين عناصر التمثيل البياني بالأعمدة، هنا لازم نحدد عناصر التمثيل البياني بالنقط. يجمع البيانات ويسجلها، تتعلم تجمع بيانات وتسجلها ازاي. ينشئ مخطط التمثيل البياني، تقدر تنشئ مخطط تمثيل بياني. تمثيل بياني بالنقط مرة تانية هنعيده تاني عشان تلاميذنا الأعزاء يكونوا عارفين يعني إيه تمثيل بياني بالنقط. قلنا يا أستاذ هو شكل يوضح تكرار البيانات على خط ايه؟ الاعداد. انا عندي بيانات متكرره كتير، عدد تلاميذ مثلا اللي جابوا مثلا درجات معينه في ماده معينه، عدد التلاميذ اللي بيحبوا لون معين، تلاميذ بيفضلوا ماده معينه، تلاميذ بيفضلوا طعام معين، عدد تلاميذ في الفصل مثلا لو انا بجمع اسماء معينه في الفصل، مثلا الولاد اللي اسمهم احمد او اسمهم عمر في ايه؟ في الفصل. فاحنا هنا هنعمل ايه؟ اجمع البيانات دي، بس بدل كل بيان احط اشاره اكس فوق كل ايه؟ فوق كل عدد من اعداد البيانات دي، على الدليل على ان ايه؟ على ان العدد ده ظهر هنا او اتكرر فين؟ اتكرر هنا. عناصر التمثيل البياني بالنقط، قبل ما نعمل اي حاجه ونعرف يعني ايه تمثيل بياني بالنقط وكل ده، لازم تحدد العناصر. انا عشان اعمل تمثيل بياني بالنقط، ايه الحاجات اللي انا في المفروض اعملها؟ اول حاجه بتعمل خط اعداد زي اللي قدامنا ده. وطبعا زي ما قلنا في التمثيل، في مزيد من التمثيل البياني بالاعمده، لازم اي حاجه تفكر تعملها لازم في الاول خالص الهدف الاولاني عندي ان انا احدد مين؟ برافو، احدد العنوان يا مستر. التدريج اللي عندي هنا متساوي، التدريج اللي عندي هنا ماله؟ متساوي. ليه؟ علشان لما اجي امثل عليه المجموعات اللي عندي او البيانات اللي عندي. يبقى هنا هنحط مين؟ عنوان التمثيل البياني. طب هنا يا مستر وصف المجموعات اللي هتمثلها الاعداد هنا على مخطط ايه؟ الاعداد ده. طبعا ده نبدا نقول عليه مخطط الاعداد معايا. طيب كمان يا مستر هيبقى في حاجه جديده هنا اسمها ايه؟ اسمها المفتاح. طب المفتاح ده زي مفتاح الشقه اللي عندي؟ لا. طب مفتاح عربيه؟ لا. طب مفتاح ايه بالظبط؟ المفتاح ده هو جدول مربع هنا كده بنعمله في الصف الثاني الابتدائي، ان انا عندي مفتاح لما كان ويقول لي ان انا لو عملت ورده كامله دي بتمثل 2 تلميذ او 5 تلاميذ او 10 تلاميذ، لو عملت نصف ورده دي بتمثل ايه؟ تلميذ او تلميذه، بالمفتاح اللي هو بيبينه لي. فالمفتاح اللي هنا بيعمل ايه؟ كل اكس انا اعملها هنا كده في البيانات اللي هنا هتمثل لي تلميذ واحد او تلميذين او خمس ايه حاجات على حسب ايه البيانات اللي انا جايبها.
طيب دلوقتي المفتاح هعمل ايه؟ بيجي هنا كده يقول لك اكس بتساوي مثلا تلميذ، خمس تلاميذ بيكتبها لك كده، اكس بتساوي نقط تلميذ على حسب المعطيات اللي محطوطة معايا او البيانات اللي هو ادهاني هنا. تعالوا ننشئ تمثيل بياني لينا بقى مع بعضنا كده. اول حاجة ظهرت معايا مين؟ العنوان بتاعي، درجات التلاميذ في مادة الرياضيات. المستر عمل درجات لمادة اختبار لمادة الرياضيات، وكل الاولاد جابوا فيه درجات كويسة، وعايز يعمل ايه؟ تمثيل بياني للنقط علشان يحدد مين اللي جاب درجات ايه، وليكن مثلا خمسة، من جاب سبعة، من جاب ثمانية، من امتحنوا عنده، ويطلع مين بيانات من عنده. اول حاجة هعمل خط ايه؟ خط اعداد، وهقسمه بالدرجات اللي عندي. انا عندي اغلب الاولاد جايبين فيه، ولاد جايبين اربعه، ولاد جايبين خمسه، ولاد جايبين سته، ولاد جايبين سبعه، ولاد جايبين ثمانيه، ولاد جايبين تسعه، ولاد جايبين 10. يبقى انا هختار الارقام دي بناء على ايه؟ بناء على البيانات اللي انا جمعتها. طب انا جمعت بياناتي هويت، وحددت الارقام اللي انا هكتبها هنا فين؟ في منطقه المجموع. تمام يا مستر. طب تعال نشوف بقى دي علامه ايه؟ علامة اكس. معناه ايه الكلام ده في الرسم البياني اللي قدامي ده، او في التمثيل اللي قدامي ده؟ التمثيل اللي قدامي بيقول ان انا عندي، عشان نقراها كويس، ان الاكس دي معناها طالب واحد جاب كام؟ جاب خمس درجات. طيب هو كمل لي التمثيل البياني بتاعي كده، وهيبدا بقى يقول لي لو انت حبيت تحلل التمثيل البياني ده وتفسر البيانات بتاعته، لان احنا طبعا قلنا التمثيل البياني عباره عن ايه؟ التمثيل البياني بيجمع لي معلومات علشان ابقى سهل عليا اقراها. طب اي حد هيمسك التمثيل البياني ده، العنوان بتاعه فين يا مستر؟ اهو. طيب مخطط اهو، العلامات اهي. طيب فين المجموعات؟ موجوده معايا اهي. طيب تعالى بقى بيقول لي ايه؟ تعني اكس عدد التلاميذ اللي حصلوا على درجات الاختبار. لو جيت على اللي جايبين 10 درجات هعد كده معايا، 1 2 3 4. طيب يا مستر التكرار هو عدد المرات اللي اتكررت فيها قيمة معينة على خط الأعداد من البيانات اللي بيتم ايه؟ تمثيلها، زي ما شفنا اللي فاتت دي كده. عندي هنا عدد التلاميذ اللي جابوا 10 كام؟ اتكررت 4 مرات. طب عدد التلاميذ اللي جابوا 9 اتكررت كام؟ 3 مرات. طب عدد التلاميذ اللي جابوا 7 دي ما اتذكرش فيها ولا علامة يا مستر، معنى كده ان انا ما عنديش اولاد جابوا ايه؟ جابوا 7. يبقى يا مستر الاكس دي معناها تكرار التلاميذ في الدرجات. تعال بقى نعرف تكرار يعني ايه. التكرار هو عدد المرات اللي اتكررت فيها قيمه معينه على خط ايه؟ الاعداد من البيانات اللي بيتم تمثيلها قدام سات اللي عندك، وبتشوف المفتاح بين لك ان كل اكس بكام، وبتبدا بناء عليه بتجمع مين؟ البيانات اللي عندك. طلابي الحلوين، جاب لي التمثيل البياني اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو بتاع مادة ايه؟ مادة الرياضيات، وبيقول لي درجات التلاميذ في مادة الرياضيات عندي اربع تلاميذ حصلوا على 4 ايه؟ درجات. طب تعالى نشوف التحليل اللي هو محلله لي، بيقول لي ايه؟ كل اكس هنا يا مستر، خلي بالك المفتاح معايا اهو، كل اكس بتساوي ايه؟ تلميذ. كل اكس هنا بتساوي واحد ايه؟ تلميذ. من مخطط التمثيل البياني اللي قدامك عدد التلاميذ اللي حصلوا على 4 درجات هم كام تلميذ؟ عد معايا كده، 1 2 3 4. طب عدد التلاميذ اللي حصلوا على 5 درجات كام تلميذ؟ 5 تلميذين بس، ادي 1 2. طب هو سائل هنا سؤال بيقول ايه؟ عدد التلاميذ الذين حصلوا على اقل من 6 درجات هم 6 تلاميذ. التلاميذ اللي حصلوا على اقل من 6 درجات دي معناها ايه بقى؟ معناها ان انا هروح اقف عند السته واشوف الاقل منها كام؟ الدرجات الاقل من السته كام؟ 5 درجات و4 ايه؟ و4 درجات. برافو شطار. هعد عدد التلاميذ اللي جابوا ايه؟ 4 درجات، وهم كام تلميذ لسه قايلينهم؟ 4 تلاميذ. طب وعدد التلاميذ اللي جابوا 5 كام؟ تلميذين قدامي اهم، يبقى 2 زائد 4 هتساوي كام؟ هتساوي 6 تلاميذ. واحد يقول لي طب يا مستر ده هو بيقول لي 6، هو بيقول لي 6، هقول له لا، هو ما سالكش على الست، هو بيقول لك اللي جايبين اقل من 6، فانت هتجمع الاربعه والخمسه. خلي بالك لو عندك هنا في حد جايب 3 كنت برضه هتعمل ايه؟ هتجمعها مع مين؟ مع الاربعه وايه؟ والخمس. من مخطط التمثيل اللي قدامنا اجمالي عدد التلاميذ اللي حصلوا على 9 درجات، هو ده بيحلل لي مين بقى؟ بيحلل التمثيل البياني اللي قدام. ها كام تلميذ حصلوا على 9 درجات؟ 3. عدد التلاميذ اللي حصلوا على 8، 1 2 3 4. 5 تلاميذ حصلوا على كام؟ على 8 درجات.
عدد التلاميذ اللي حصلوا على 9 درجات و6 درجات، هو هنا عايز نجمع دول واجمع ايه؟ واجمع دول. طب ال6 درجات كام؟ 5 تلاميذ، 1 2 3 4 5. وعدد التلاميذ اللي جابوا 9 درجات كام؟ 1 2 3. هجمع 6 زائد كام؟ 6 زائد 3، 5 زائد 3 هيديني كام؟ هيديني 9 8 عفوا. احنا هنجمع هنا دول الخمسه اللي قصاد ال6 درجات والثلاثه اللي قصاد ال9 درجات، طبعا كلها ارقام. فالخمسه اللي هنا موجوده فين؟ موجوده امام التلاميذ اللي حصلوا على 6 درجات، والثلاثه موجودين عند ال9 درجات، يبقى اذا 8 تلاميذ. اسالني السؤال تحليل البيانات اللي قدامي، بيقول لي الفرق بين عدد التلاميذ اللي حصلوا على اعلى درجه وعدد التلاميذ اللي حصلوا على اقل ايه؟ اقل درجه. هنا هبدا في المفتاح اللي عندي في المساله. كلمه ايه هي المفتاح يا مستر؟ كلمه الفرق، زي ما احنا ما متعودين، الفرق بين عدد التلاميذ اللي حصلوا على اعلى درجه واللي حصلوا على اقل درجه. هنا هبص بقى على علامات التكرار اللي موجوده عندي وهشوف انا عندي اللي حصل على اعلى درجه جايب كام؟ جايب 10. طب هم كام تلميذ؟ هو بيسال على الدرجه ولا بيسال على عدد التلاميذ؟ لا يا مستر، ده بيسال على عدد التلاميذ. طب هم كام تلميذ؟ 4 تلاميذ. طب عدد التلاميذ اللي جابوا اقل درجه كام؟ اقل درجه عندي كانت 4. طب هم كام يا مستر؟ عد كده معايا يا حبايبي يا شطار، سامع ناس بتعد اهو، 1 2 3 4، يبقى كام تلميذ؟ 4 تلاميذ. طب عدد التلاميذ اللي جابوا 10 درجات 4، وعدد التلاميذ اللي جابوا 4 درجات برضو 4، يبقى اذا هقول 4 ناقص 4 يساوي ايه؟ يساوي 0. خلي بالك انت عندك مفاتيح في المسائل دي، كلمة اجمالي معناها بستخدم عملية ايه؟ عملية الجمع باشارة ايه؟ الزائد. كلمة الفرق معناها ايه؟ ان انا بستخدم عملية الطرح باشارة مين؟ بالاشارة دي اللي بعدها يعتبر مفتاح معايا، مفتاح ايه؟ معايا في المسائل دي. اوعى تتلخبط فيه او تنساه. سؤال تاني على التمثيل البياني بيقول ايه؟ من مخطط التمثيل البياني بالنقط، لاحظ ان اجمالي اللي عندي فين؟ في الفصل، او مين اللي امتحن معايا الامتحان ده؟ مين اللي دخل معايا الامتحان ده؟ اعمل ايه؟ بجمع كل الاكسات دي واعدها. بجمع كل الاكسات دي وايه؟ واعدها. بس خلي بالك ما تبداش من ايه؟ من اي رقم وخلاص. ابدا من ايه؟ يا اما من اكبر درجه يا اما من اقل ايه؟ درجه، واشتغل. احنا اتفقنا الميس، خلي بالك المفتاح هو اللي يسهل عليك ايه؟ عمليه جمع البيانات وتحليلها. يبقى انا عندي هنا اللي جابوا 4 درجات كام تلميذ؟ 4، اسجلها علشان ما انساهاش. زائد اللي جابوا 5 درجات كام؟ 2. طب واللي جابوا 6 درجات؟ 5. اللي جاب 7 درجات ما عنديش. طب واللي جاب كام؟ اللي جاب 8 درجات 5، واللي جاب 9 درجات 3. درجات كام؟ 4 يساوي، طبعا احنا هنا نبدا نراجعهم تاني، اللي جاب 4 4، اللي جاب 5 2، واللي جاب ايه؟ اللي جاب 6 5، واللي جاب مين؟ واللي جاب 8 5، واللي جاب ايه؟ 9 3، واللي جاب 10 كام؟ برافو 4. وابدا اجمع بقى، اشوف لو احنا فاكرين مع بعض الدروس بتاع السنه اللي فاتت، ابدا اجمع كل رقمين متحابين معاه مع بعض، او العدد والمضاعف ايه بتاعه. يعني انا عندي 5 و5 دي هتسهل عليا عمليه الجمع، تبقوا كام؟ يبقوا 10. وعندي 4 و4 يبقوا كام؟ 8. طب معايا 10 هناك و8 يبقى كام؟ 18. 18 واحط 2 يبقى 2 وايه؟ يبقى 20. و3 يبقى 23. خلي بالك انت كل حاجه خدتها في الرياضيات بترجع تحتاجها، يعني انت خدت درس السنه اللي فاتت اسمه المضاعفات، محتاجه هنا في عمليه الجمع في مساله طويله هنا. 23 تلميذ. ايه العلامات التكراريه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت؟ بنرجع تاني ناكد عليها مره ايه؟ مره تانيه، ان العلامات التكراريه اداه مهمه لتمثيل البيانات وبتساعدنا على فهم كم مره اتكرر الشيء. طب انا مش عايز اكتب ارقام، انا ممكن كل اكس امثلها بايه؟ بعلامه تكراريه، برافو. كم مرة بيتكرر الشيء في المجموعة من المعلومات؟ مثال: البيانات التالية توضح أطوال بعض الزهور في الحديقة بالسنتيمتر. أنت عندك بيانات هتبدأ تمثلها، تمام؟ وهو عطيك أطوال بعض الزهور وأنت ماشي في الجنينة كده،
لاحظت ان لها اطوال معينه من الظهور. ايه البيانات اللي عندي؟ عندي 80 85 83 85 82 84. سجل معايا لو معاك ورقه وقلم يلا عشان نشتغل مع بعضين. 82 84 85 83 82 80 85 80 85. موجود معايا على الشاشه اهو يا طلاب الحلوين. علشان اسهل وامثل البيانات اللي قدامي دي باستخدام مخطط التمثيل بالنقط، لازم نعمل مجموعه من الخطوات. ايه هي؟ قلنا اول حاجه احدد اكبر قيمه هنا. لو لاحظنا ان احنا هنا 80 85 85 83 82، يبقى الارقام اللي عندي محصوره ما بين 80 و85، يبقى اكبر قيمه ال85. طب اقل قيمه يا مستر؟ اقل قيمه عندي هنا مين؟ ال80. انا هعمل ايه بقى؟ انا عايز اعرف ال80 اتكررت كم مره، وال82 كم مره، وال81 موجوده ولا مش موجوده معايا. طب انا لو هعمل البيانات دي كلها كده اكيد هتتلخبط. طب اعمل ايه؟ قال اعمل جدول على طول واحدد فيه البيانات بتاعتي. احدد عدد مرات تكرار كل طول. لو جينا نبص هنا ال80 اتكررت كم مره؟ واحد اتنين تلاته، صح كده؟ تمام. طب ال81 في 81 معايا في الاطوال اللي هنا؟ طبعا مفيش. طب احنا اول حاجه حددنا اكبر قيمه واصغر قيمه، ثاني حاجه حددنا عدد مرات تكرار كل طول. بعد كده هنشئ جدول للعلامات التكراريه زي ما احنا هنعمله هنا. هناخد البيانات معانا وهنروح نعمل ايه؟ جدول للعلامات التكراريه والاعداد. ادي البيانات موجوده معايا، بيقول لي البيانات تليت وضع اطوال الظهور في الحديقه. طبعا البيانات دي هي اللي كانت موجوده معانا في ايه؟ في الصفحه اللي قبلها. طبعا هنا رحت اختصرت لك على الطول، طول الظهور بالسنتيمتر، ده اسم المجموعه اللي انا بحدده فين معايا، والعدد والعلامات التكراريه. احنا هنروح نعد مين؟ هنعد ال 80 ظهور اللي طولها 80. قلنا 1 2 3 يبقى كام؟ 3 ظهور اطوالهم 8 متر. يبقى عايز امثلها بالعلامات ايه؟ التكراريه. همثلها ازاي؟ ثلاث علامات تكراريه. يبقى العلامات دي انا هراجع معاك العلامات التكراريه تاني، دي معناها ايه؟ معناها ثلاثه. معناها كام؟ ثلاثه. طب معناها كام تاني يا مستر؟ معناها ان انا عندي ثلاث ظهور طولها 81 سم، طولها 80 سم عفوا. ال 81 موجوده معايا والعلامات التكراريه مفيش والاعداد ايه؟ صفر. ال 82 هندور عليها مش هلاقي الا ايه؟ واحده بس. بايه؟ بعلامه تكراريه واحده. 82 يبقى هكتب هنا كام؟ واحد في الاعداد. ال 83 ابدا اعد، واحد اثنين ثلاثه. طلعت كام يا مستر؟ طلعوا ثلاث علامات، ثلاث ارقام او ثلاث ظهور. اثنين بيعبر عن كام؟ عن ال 83 طولهم 83 سم. موجوده واحده اهي وواحده اهي، يبقى انا اعبر عنهم بايه؟ بعلامتين تكراريتين. ال 84 84 الصف ده وما فيش تاني، يبقى كام يا مستر؟ 84. ال 85 موجود عندي منها كام؟ برافو، سامع الناس بتقول عد يا مستر، 1 2 3 4 5 6. طب همثل الستة دي ازاي؟ المرة اللي فاتت قلنا ان انا لو عندي في العلامات التكرارية كل أربعة مع بعض والخمسة بعدها اللي ايه؟ العلامة اللي نايمة دي مع اللي كده، يبقى المجموعة دي كده مع بعضهم كام؟ خمسة، وفي واحدة هنا يبقوا كام؟ ستة يا مستر. يبقى أنا كده عملت ايه؟ جمعت بياناتي في جدول ايه؟ في جدول تكراري عندي موجود معايا بالأعداد. طب تعالى نمثل بقى الجدول ده فين؟ في التمثيل ايه؟ البياني بتاعي. أول حاجة هنسمي ايه؟ هنسمي أطوال الظهور في الحديقة، وهعمل مين؟ هعمل المخطط. انا كان عندي الاطوال بتاعتي كام؟ 80 81 82 83 84 85 86. ال 84 كانت كام عندي؟ كانت 2. ال 80 كانت كام؟ ال 80 كانت 3 زي ما شفنا، ولكل اكس بظهر. طبعا هنا من التمثيل البياني اللي قدامي، امامك تمثيل بياني بالنقط، اكمل التمثيل ده منين؟ من الجدول.
اعطيني هنا مجموعه من ايه من الاطوال زي ما احنا ما شايفين، وبدا يمثل لي مين؟ مثل لي ال 80، مثل لي ال 84، مثل لي ال 86. واعطاني هنا مين يا مستر؟ اعطاني العلامات التكراريه والاعداد. حابب تمثل بالعلامات التكراريه؟ مثل بالعلامات التكراريه. حابب تمثل بالاعداد؟ مثل بايه؟ بالاعداد. طيب عندي هنا هو مثل ال 80 خلاص على كده. طب ال 81 مفيش حاجه قصادها، خلاص انا هسيبها ايه فاضيه. هبدا بايه؟ بال 82. ال 82 عندي كام علامه؟ برافو، عندي علامه واحده اكس واحده، احط هنا اكس ايه؟ اكس واحده. ال 83 يا مستر عندي كام فيها؟ عندي 2 وايه؟ 2 ظهره طولها 83 سنتي، يبقى انا هعمل هنا كام اكس؟ هعمل 2 اكس عند ال 83. ال 84 هو ممثلها، باقي عندي مين؟ باقي عندي ال 85 ممثله بكام؟ بست ايه؟ ست علامات تكراريه. ادي 1 2 3 4 5 6. طبعا زي ما قلنا انت عندك بتاع التمثيل البياني، اسم المحور، اسم التمثيل البياني، بعد كده بعمل مين؟ بعمل المخطط وبوزع عليه، وكل الاكسات دي بتمثل ايه؟ الاعداد المقرره. يقول لي اجب بقى من مخطط التمثيل البياني بالنقط المقابل، اجب كم عدد الزهور التي يبلغ طولها 85 سنتي؟ اللي بيبلغ طولها 85 سنتي كام؟ تعال ابدا عد معايا 1 2 3 4 5 6. بتعد معايا ولا ايه؟ تمام. كم عدد الزهور التي يقل طولها عن 85 سنتي؟ عدد الزهور اللي بيقل طولها عن 85، الله، ده نفس السؤال اللي احنا كنا جايبينه قبل كده. انا عندي هنا ال 85 اهي، طب الاقل منها 84 و83 و82 و81 و80 هنا في التمثيل البياني بتاعي. انا هجمع مين؟ هجمع الاعداد الممثله قصاد مين؟ قصاد الاطوال الاقل من ال 85. عندي هنا 2 وعندي 2 وعندي 1 وعندي كام؟ 3. ابدا اقول ايه؟ 3 2 زائد 2 زائد كام؟ زائد 1 زائد ايه؟ 3 هيساوي كام؟ قلنا دي ارقام مضاعفه لبعضها، يبقى 2 و2 4، 4 و1 5، 3 كام؟ 8. يبقى عندي عدد الزهور الاقل اللي طولها اقل من 85 سنتي هي كام؟ 8 زهور يا مستر موجودين معانا. خلي بالك انت كل ده بتجاوب على مين؟ بتجاوب على المفتاح. لو الاكس دي اتغيرت قيمتها يبقى انت دي كل اكس هتنطقها بايه؟ على حسب ما هو جايب المفتاح. بيقول لي من مخطط التمثيل البياني بالنقط المقل دلوقتي ايه؟ يزيد. طب هي ال 85 اهي، اللي بيزيد عنها مين؟ ال 86. طب عدد الزهور اللي في 86 عد كده معايا 1 2 3 4، يبقى 4 زهرات او 4 زهور يا مستر. اقل عدد من الزهور يبلغ طولها، اقل هنا موجود فين يا مستر؟ هبدا ابص على عدد الاكسات اللي عندي الممثله، عندي هلاقي كام؟ هلاقي 82، مش ممثل غير بايه؟ زهره واحده اللي طولها 2 وايه؟ 82. يبقى اقول له اقل عدد الزهور يبلغ طولها كام؟ 82. ليه؟ لان واحد. عدد الزهور الاكثر يبلغ طولها، هنا بقى سال سؤال مختلف. هو هنا قال لي انا عايز اشوف العدد الممثل هنا التكرار بتاعه كتير طوله كام؟ يبقى انا هبص هنا على عدد الاكسات الاكثر 1 2 3 4 5 6، طولهم كام دول؟ 85. حد تاني يقول لي يا مصر، اقول له لا دول 4. يبقى عدد الزهور الاكثر يبلغ طولها 85 سم. سؤال تاني بيقول من مخطط التمثيل البياني بالنقط المقابل، اجب الفرق بين عدد اطول الزهور واقصرها. هنا بيسالني بقى علشان اقدر افرق مين اطول ومين ايه اكثر. فاكرين المقارنه ما بين الاعداد باكبر منه واقل منه ويساوي، هي دي بقى اللي خدها ليها احتياج وهنحتاجها بعد كده. الفرق ده المفتاح بتاعي اللي هو هيستخدم فيه عمليه ايه؟ عمليه الطرح باشاره ايه؟ اشاره ناقص. طب عدد اطول الزهور، اطول الزهور كام؟ 86. طب واكثرها كام؟ 80. طب اطول الزهور عددهم كام؟ 1 2 3 4. طب واكثرها 1 2 3، يبقى هقول 4 ناقص 3 هتساوي 1 زهره بس. سؤال ثاني بيقول اجمالي عدد الزهور التي يبلغ طولها 86 سنتي
81 سنتي و80 سنتي، إجمالي عدد الزهور التي يبلغ طولها 86 81 و80 من السنتيمترات. يبقى أنت هتروح على الأطوال اللي هو قال عليها وتجيب الأرقام بتاعتها وتجمعها على إيه؟ ونجمعها على بعضيها. طب أنا عندي 86 كام يا مستر؟ لسه قايلينها 4. طب ال 81 كام يا مستر؟ مفيش، اللي هي إيه؟ صفر. طيب وعندي مين تاني؟ عندي ال 80 كام؟ 3. يبقى أقول 4 زائد 0 زائد إيه؟ 3 هتساوي 7 ظهور. هتساوي 7 ظهور. سؤال بقى لينا احنا كده واحنا قاعدين مع بعض، بيقول ايه؟ لماذا نستخدم التمثيل البياني بالنقاط؟ عود نفسك كده، انت مفيش حاجه هتتعلمها غير لما يكون ليها اهميه. انت خدت التمثيل البياني بالاعمده قبل كده، وخدت الانماط، وخدت دروس سابقه رجعنا احتاجناها النهارده في الجمع والطرح. النهارده تفتكر ليه انا بدات التمثيل البياني للنقاط؟ قال لي اول حاجه علشان اقدر اعرض معلومات قدامي واشوفها بعينيا بشكل مرئي، اسهل على نفسي عرض المعلومات بشكل ايه؟ مرئي، بدل وانا بكرر حاجه من ايه؟ يقع مني رقم، يقع مني تلميذ، يقع مني حاجه يعني انساه بمعنى اصح. فلا، انا عايز اعرض المعلومات قدامي بشكل ايه؟ اشوفها. كمان اقدر افهم الانماط بسهوله. انت زي ما شفت كده عندك بتحدد الانماط، انت هتقفز كام قفزه، عدد مرات التكرار برضو، وبتبدا ايه؟ تمثلها. كمان علشان تقدر تقارن الاشياء المختلفه، مين اكتر ومين اقل ومين زياده ومين ناقص، وعندي مين هنا لو جمعته مع مين يديني بيان كذا. فدي كلها بيانات بتقدر تحصل عليها منين؟ من التمثيل البياني للنقاط. كمان عشان نخلي الرياضه اكتر متعه وتشويقا، انت لما بتقابل اي تحدي او اي صعوبه بتقابلها بتلاقي ان انت حابب التشويق اللي فيها وحابب تكمل فيها بمتعه كبيره. عايزك بقى معايا كده في ورقتك الجميلة اللي انت جبتها اصنع تمثيلك البياني بنفسك. انا عايز اقعد كده واتخيل، طب انا ممكن اصنع تمثيل بياني ليه؟ بالنقاط. عندنا حاجات كتيرة في حياتنا نقدر نعمل لها تمثيل بياني بالنقاط. زي ايه؟ اول حاجة روح اختار موضوع انت بتحبه، زي مثلا الالعاب، زي الحيوانات الاليفة المفضلة، زي شهور الميلاد، زي الاصدقاء، اسماء الاصدقاء، زي الورود المفضلة، ألوان الورود، عندك حاجات كتير ايه؟ بالنقط. جمع معلومات عن الموضوع ده، الورد الأحمر كام، عدد الورد الأحمر، زي ما احنا ما عملنا تمثيل بياني في الأول، شوف عدد تلاميذك، اطرح سؤال كده على زمايلك وتجيب عنه معلومات، زي مثلا مين بيحب مثلا الرياضيات، وابدأ عدهم واعمل له تمثيل ايه؟ بياني بالنقط، يعني خليك أنت كده اللي تجمع ايه؟ المعلومات بتاعتك. ارسم محورين على الورق. طبعا احنا بنقول هنعمل المخطط ونبدأ نقسمه ونحدد لنفسنا. خلي بالك انا هنا بسالك السؤال على التمثيل البياني بالنقط والتمثيل البياني بايه؟ بالاعمده. ضع النقاط التي تمثل معلوماتك. ابدا بقى يا تعمل بالاعمده يا تعمل بالاكسات زي ما احنا ما اشتغلنا. يبقى اول حاجه تختار موضوع انت بتحبه، زي الالعاب، زي الحيوانات، زي الالوان المفضله، زي شهور الميلاد، زي ايام الاسبوع، كل اللي انت عايزه. طيب كنا طلبنا منك الحصه اللي فاتت ان انت تعمل ايه؟ تعمل تمثيل بياني عن مين؟ برافو، عن عدد الكتب اللي انت قرأتها في الاسبوع او عدد ساعات اللي انت لعبتها فين في الاسبوع. ممكن تعمل التمثيل البياني ده بايه؟ عملته المره اللي فاتت بالاعمده، جرب تعمله النهارده بايه؟ بالنقاط. اخيرا بقى هنجمل كل اللي احنا خدناه النهارده. احنا خدنا ان التمثيل البياني بالنقاط بيستخدم نقاط لعرض المعلومات اللي عندي، ليه محورين، المحور الافقي والمحور الراسي اللي احنا بنعمله اللي هو بايه؟ بالاكساد بتاعتنا. طبعا المحور الافقي ده اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو المخطط اللي احنا بنعمله للمجموعات. والمحور الراسي طبعا قدام كل بيان احنا بنعمله بعدد ايه؟ الاكسات اللي احنا بنمثلها. طبعا بيساعدنا على فهم العلاقات والانماط، بنقدر نستخدمه في مواقف كتيره في حياتنا اليوميه. بنقدر نستخدمه في حياتنا اليوميه، كره القدم مثلا ممكن اعمله في الفرق، ممكن اعمله في درجات الحراره زي ما قلنا الحصه اللي فاتت، لو انا اشوف درجات الحراره ارتفعت ولا ايه؟ ولا نقصت. افتكروا معايا ان التمثيل البياني بالنقط اداه رائعه لفهم العالم من حولنا، وافتكر ان كل نقطه انت بتاخدها بتحكي قصه معاها. عايزك تستمتع، تستكشف البيانات وتمثلها، وتعمل لنفسك التمثيل البياني اللي احنا قلنا عليه، و
أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مجدي سلمان مجاهد من منصة البث المباشر.